مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله مشاهدي الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. من خلال هذا البرنامج راح نتناول معكم أبرز وأهم عناوين يعني وأخبار صحفنا المحلية الصادرة ليوم الاثنين. اليوم مشاهدي الكرام يعني العناوين كثيرة جدا، وإن كان طبعا الأهم هي زيارة سمو الأمير حفظ الله إلى طهران ووصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية، ويعني وبداية المباحثات الكويتية الإيرانية وتوقيع تقريبا 6 اتفاقيات تتناول مجالات عدة. اليوم هذا الموضوع هو عنوان رئيسي لتقريبا الغالبية العظمى من صحفنا المحلية، وفي أمانة هو اهتمام إعلامي عربي وخليجي وإقليمي بهذه الزيارة المهمة اللي الكثير من المراقبين يعتقدون بأنها ستحدث انفراجة يعني في العلاقة الخليجية الإيرانية المستقبلية بإذن الله تعالى. هذا الموضوع اليوم مشاهدي الكرام يمكن من أبرز المواضيع وأهمها، بالإضافة طبعا العناوين الأخرى يعني على المستوى البرلماني. يمكن قانون البي أو تي تم اليوم إقراره، موضوع أسواق المال كان هناك لجنة وحضور وزير وحضور غرفة التجارة، هناك اختلافات بين وجهة نظر غرفة التجارة وبين وزارة التجارة، وبالتالي لحد الآن القانون يراوح مكانه بين يعني الانتهاء منها أو عدم الموافقة عليه. راح نشوف هذه الأمور بإذن الله تعالى بعد قليل. هذا تقريبا مشاهدين الكرام هي أبرز ما طلعتنا به صحفنا المحلية وبقية العناوين المتنوعة والمتفاوتة. راح يشاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي بقراءة وتحليل صحفنا المحلية. حياك الله أخ محمد. حياك الله أبو محمد، كذلك نرحب بالمشاهدين الذين انضموا إلينا في هذه الساعة وفي هذه اللحظة. كذلك اليوم صحفنا يمكن لديها الكثير من العناوين مثل ما تفضل أخوي عويد، يمكن العنوان الطاغي أو العنوان المسيطر على مانشيتات الصحف هو زيارة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى جمهورية إيران الإيران الإسلامية. كذلك يمكن بعض الأخبار كان موجود هو مختبر الكويت للدي إن إيه، وهذا أعتقد يعني من المختبرات التي كانت في السابق كان يكون يعني يبعثون العينات إلى دول أخرى لبريطانيا أو يعني كانت فرنسا يعني كان في السابق، فبالتالي أعتقد كانوا يعني اليوم بدأ هذا المختبر الكويتي يحاول، وأعتقد أنه بداية خطوة لحل قضية البدون. يعني أعتقد إذا كان هنالك جانب في هذه الجزئية يكون معني في ملفات البدون لحل هذا. بيحلونها يعني من الموضوع هذا من زمان، يدزونها برا وماكو شيء، كل اللي بصموا البدون دينين ما حلوها ولا سووا لهم شيء. قطعت عليك الطريق على طول من البداية. ها لا قاعد أقول لا هذا حقيقة أمانة يعني يعني تقريبا هناك اللي موجود في اللجنة المركزية تقريبا من 3,000 إلى 5,000 من البدون اللي بصموا وخلصوا، لكن مكانك راوح في هذا الموضوع. بعد تقريبا 30 سنة يمكن تو ما بدأ تجنيس يعني أبناء الشهداء اللي استشهدوا في موكب سمو الأمير حفظ الله حينما تعرض الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه، حينما تعرض لاعتداء آثم في الثمانينات، والآن يعني بعد هذه السنوات الطويلة يتم التجنيس، وهذه فيها علامات استفهام كبير. لكن مثل ما قلنا بالأمس، أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. طيب عموما مثل ما ذكرنا يعني العناوين اليوم أغلبها على زيارة سمو الأمير، والبقية العناوين يعني متنوعة. خلونا الآن مشاهدي الكرام نذهب إلى الشاهد ليوم الاثنين ونشوف أبرز عناوين الشاهد. الأمير والرئيس الإيراني بحث التعاون والأوضاع في المنطقة. الكويت وإيران وقعتا اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات. العمر سنبحث مع وكيل الدفاع قضية طائرات الشحن وإعادة صياغة تقارير التحقيق في شل وجسر جابر والديزل. وزير التجارة تعديلات اللجنة المالية على هيئة السوق. توسيع صلاحيات الوزير كارثة تؤثر على موقفه السياسي. المبارك يزور الصين اليوم، ومختبر كويتي للدي ان اي بمواصفات عالمية. الدوسري لتسهيل الكش عن الأدلة لصالح العدالة. النصاب عطل اجتماعات اللجان البرلمانية، وخمسة بنوك وشركات تحل مكان أخرى في مؤشر كويت 15. الداخلية تعتمد تسكين المناصب الشاغرة لمديري العموم ومساعديهم، وأسماء 235 مواطنا خصصت لهم بيوت في مدينة جابر الأحمد.
الخط الأخضر تحذر من قنابل ديناميت، والعبيدي افتتح المركز التخصصي للعلاج الطبيعي. العتيبي 70% من حجم السوق شركات ورقية، و30% لا يعرف مصيرها. المهنة مخفر جديد لمنطقة النهضة وتمديد العمل بالمستوصفات. الدبيان تصعيد الخلافات واستخدام الرياضة كورقة سياسية ضاعف الأزمة. مصر تنفي وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها. والأتراك يتحدون أردوغان في ذكرى أحداث تقسيم. 4 طائرات تنقل السوريين من الكويت للمشاركة بالانتخابات. والشهرستاني تركيا تسهل تهريب النفط العراقي. حفتر يؤيد أي تدخل عسكري مصري لتأمين الحدود. وأخيرا رئيس أبخازيا يلجأ لقاعدة روسية بعد عزله. هذه تقريبا هي أبرز عناوين جريدة الشاهد. أخ محمد، يمكن أبدأ من اليوم مجلس الأمة واجتماع طبعا اللجنة اللي تم اليوم حضور وزير التجارة وغرفة التجارة وصناعة، الموضوع هيئة أسواق المال. طبعا هيئة أسواق المال هناك اهتمام كبير جدا من غرفة التجارة، ويمكن أكثر سبب التأجيل اللي حصل لإقرار القانون هي غرفة التجارة، يعني وضعت الفيتو وطالبت أن يتم التأجيل، وأنها هي فقط من تضع التعديلات والقوانين التي تراها مناسبة بالنسبة لأعضائها، وهذا فعلا ما حدث لحد الآن. وشفنا صحف تدعم توجه غرفة التجارة، وبالتالي يعني أعتقد الوزير مرغم أنه بالنهاية سيخضع لأجندات ويعني طلبات غرفة التجارة. اليوم حاضرة في اللجنة وهي اللي تضع الشروط وهي اللي تضع يعني القانون التي تريده. وللأسف هناك كذلك أعضاء من مجلس الأمة ما شفنا لهم إلا فقط اهتمامهم أسواق المال، البي أو تي، فقط اهتمام منصب في هذا الجانب. لاحظوا هناك عضو وعضوين أو ثلاثة ما عندهم، يعني ما من بدأ مجلس الأمة ما شفنا عنهم إلا هيئة سوق المال والبي أو تي والسوالف هذه بس، يعني ممثل للتجار في مجلس الأمة وفي اللجنة المالية. راح تشوفون بعد قليل معروف سامي على طول تصريحا بالموضوع هذا، ما له علاقة لا بالمواطنين ولا بالإسكان ولا غيره ولا غيره. عموما العتيبي 70% من السوق شركات ورقية، هذا مو شيء غريب، شركات ورقية وتلاعب أخو محمد. وحتى هي قانون هيئة السوق يعني اللي يضعه هو غرفة التجارة. ألا يفترض أخو محمد قانون نفس هذا أن تضع جهة محايدة؟ يعني غرفة التجارة لها مصلحة في هذا الجانب لا شك، طرف طرف. طيب هذا الطرف هل يعقل هو اللي يضع القانون ويفصله على مقاسه؟ طيب احنا قلنا ذاك اليوم اخ محمد يعني الشركات التي خسرت واللي تم شطبها من البورصه، صغار مستثمرين خسروا ولا حياه لمن تناد، لا ما لهم يعني بواكع على كما يقال، لا الحكومه تدخلت لهم ولا شيء، فقط يعني شطبوا هذه الشركات ومجالس الإدارات مو همهم شيء، يعني شركات أفلست واللي طاح واللي تورط هو صغار المستثمرين. شوف أنا بالنسبة لغرفة التجارة يمكن ذكرناه مرارا وتكرارا، غرفة التجارة يعني دائما تتردد على اللجنة المالية بكثرة جدا لأغلب قوانين الحكومة. لا يوجد قانون حكومي يقدم أو قانون برلماني تطلع عليه الحكومة في اللجان البرلمانية سواء على البي أو تي أو إلى آخرها، لابد أن يكون هنالك حضور عفواً وبفعالية لغرفة التجارة. غرفة التجارة وصناعة الكويت يعني الجانب فيها أنها المشكلة أنها طرف، أنها مجموعة تجار ويرأسهم تاجر، لكن يعني أسباب تواجده في أغلب القوانين، لماذا لا يكون هناك قانون أو لماذا لا يكون هناك قانون للغرفة في البداية حتى يعني الصيغة القانون للغرفة التي على ضوئها تدخل في تلك القوانين؟ هذا الجانب. الجانب الآخر، لا يوجد جانب اقتصادي يعني له اليد الطولة في القوانين عدا غرفة التجارة، والكل يعلم بأن القانون عندما يصاغ يصاغ وفق اتجاهات وفق أهداف معينة. الغرفة اليوم تواجدها في قوانين البي أو تي، في القوانين أي قانون تنموي أو أي قانون يعني ما يحدث في هيئة أسواق المال إلى آخر الموضوع. الجانب الآخر والنقيض الآخر محمد في الخبر نفسه أن هنالك تقريبا عدد من اللجان البرلمانية يعني ممثلة في اللجنة التشريعية وكذلك لجنة يعني
الداخلية والدفاع والمرافق العامة ويعني اللجنة الإسكانية، هذه أربع لجان برلمانية. يعني اليوم الذي يعني فقد النصاب في تلك اللجان البرلمانية لقضايا حيوية وقوانين حيوية لدى المواطنين، في الجانب الآخر نجد أن اللجنة المالية في نصابها الكامل من النواب بقضاياها التي طرحت وبفعالية. التقدم في اللجنة المالية للقوانين الحكومية والقوانين التجارية ذات الصبغة التجارية سواء على مستوى المشاريع الصغيرة والتعديلات وهيئة أسواق المال وإلى آخر الموضوع، تعمل بقفزات نوعية، لكن في المقابل الأربع اللجان سواء على علاوة العسكريين المتقاعدين، الإسكان والخطة الإسكانية، اللجنة التشريعية فيما يسمى يعني بمناقشة قوانين أبرزها منح الدولة للقروض الخارجية وتشكيل لجنة لبحث الملفات القروض المواطنين. يعني أربع لجان فقدت فيها النصاب لأن لم يحضر النواب المعنيين في هذه اللجان، بينما في القضايا التي تهم التجار وتهم يعني بحضور غرفة التجارة والصناعة وبحضور وزير التجارة، اليوم النصاب مكتمل والقضايا ويعني الأمر يعني في 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 تبادل وتناغم بين السلطتين. طيب خلنا ننتقل للقبس ونشوف علامة القبس. الأمير بدأ زيارة دولة إلى طهران، القمة الكويتية الإيرانية، مستجدات المنطقة وتفاهم على تعزيز التعاون. السابقة الأولى في انتخابات الداخلية تنوي شط ثلاث مرشحين لعدم الأهلية. لا أزمة سكن بعد عشر سنوات المالية، الغرفة ترى التريث في إقرار تعديلات أسواق المال. راتب وربع الراتب مكافأة النجاح في القطاع النفطي. طبعا هذه عناوين القبس. يعني قلت لك أخي محمد، الغرفة هي اللي راضي مي راضي يعني القانون، وهي اللي طلبت من الوزير وهي طلبت من الأعضاء، للأسف اللي يبدو أنهم يمتثلون إلى غرفة التجارة والصناعة بالتريث لحد الآن، على ما ندس على ما نحط يعني أفكارنا وشروطنا وأرائنا في هذا القانون. يوم من الأيام أنا والله ما أذكر السنة كان هناك قانون، أعتقد البي أو تي أو التعديل على البي أو تي أو قانون مشابه أو تمويل الخطة التنموية، أعتقد في هذه الجزئية كان في القانون تمويل الخطة التنموية. كان جميع حضور حضروا إلا لجنة، إلا غرفة التجارة والصناعة لم تحضر في اللجنة المالية، ما حضرت وأجلت الحضور إلى بعد أسبوعين، جاء بعد أسبوعين ولم تحضر وأجلت بعد أسبوعين. نعم. القانون وقف إلى أن حل المجلس مبطل. الماضي عمل نفس الحركة. نعم تذكر هذه صحيح القضية. نعم طيب، بالتالي أعتقد بأن هنالك قوانين وقفت، لا يريدونها ولن تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة في هذا القانون. التقرير لابد أن يقدم من قبل اللجان البرلمانية ليرفع سواء على أي مستوى، حتى عدم وجود رأي حكومي في ذلك، لأن الحكومة عطلت هذا الرأي وعدم إرفاقه في التقرير ليس معناه أنه قصور في التقرير، قد يكون قصور في الحكومة بذاته. بالتالي اليوم نجد أن أغلب أو بعض القوانين التي في اللجنة المالية تقف يعني إجلالا واحتراما للغرفة حتى تقول رأيها سواء مكتوب أو موجود أو إلى آخر الموضوع، وعلى ضوء يتضمن ذلك التقرير. بالتالي أبو محمد يعني إحنا يعني دائما نجد بأن أغلب القوانين تصاب بطريقة معينة بطريقة معينة، وارجع إلى أغلب القانون تلقى أن حامي أناس ويعني وضع لأناس يعني مكان معين في القانون بينما الآخر تم تهميش. طيب يقولك الداخلية تنوي شرط طبعا ثلاث مرشحين لعدم الأهلية لأول مرة، يعني الداخلية لها صلاحيات مشاهدي الكرام أنها تشطب مرشحين، لكن على مدى يعني من 63 من أول انتخابات الأولى أو نقول 62 مجلس التأسيسي ومن ثم 63 كان المجلس الأول إلى هذا اليوم الداخلية ما شطبت. يعني اليوم يقول يعني الخبر بأنها هي السابقة الأولى أنها راح تشطب ثلاث مرشحين حاكمين على تصرفاتهم، تصرفاتهم لك عليه، مو لك عليه لمن أمه لك عليه، يعني واحد فيهم هذا ضارب الطوفة بتصريحاته، يعني أهبل أهبل ما في روح تعال. الرجل الأخضر. طيب شوف محمد، أنا والله أنا ضد المبدأ هذا، كنت أتمنى يعني أنا والله لا أعلم القانون ولم أقرأ القانون، لكن كنت أتمنى. هو القابس يقولك لي أول مرة راح. طيب بس أبين لك، أتمنى وزارة الداخلية تحيل إلى القضاء والقضاء هو الذي يشطب. حتى يكون هناك طعن في الانتخاب. بس ما في وقت اخ محمد، يروح المحكمة. دقيقة. يقدم دفوع المحكمة. لا هم ليش الهدف اخ محمد؟ يقولك افضل كذي، لا لما تشطبه له حق انه يروح المحكمة. طيب. ويطعن والمحكمة هي تقرر هني، هل الداخلية صح ولا هذا فعلا اهبل؟ بيختارون.
اتوقع يحولون الطب النفسي يجيبون له تقرير من هناك يبين فكذي افضل. اما انت تحول المحكمه وتصير فيها لا هذاك رسمي هذاك خلص منه رسمي هذاك من يوم تشوفه جاي كبشته وحاطه تحت باطه على طول ويمكن يستعبط لا لا مو صحيح عبيط محمد مو صحيح انا مو لا تستبعد يعني يا ابو محمد احنا ما شفنا الانتخابات هذه انا شايف الانتخابات اللي طافت قد يكون يستعبط فري وين الرجال ما في سبع اصابع لكن محمد والله يعني احنا كنت اتمنى يعني لماذا لا يكون هناك يعني يكون هناك جهه معينه بدل ما تكون تدخل من قبل الحكومه في المرشحين وانه عباره عن يعني تعنت وعباره عن محاربه يعني ياخذها من جانب اخر وان يعني تدخل سلطه تنفيذيه في هذا الجانب يعني هي امر هذا المطلوب محمد ان يكون هناك قانون واحنا ذكرناه يعني مرارا وتكرارا عبر هذا البرنامج بان يكون هناك قانون كان هيئه الانتخابات اللي سموه الامير حفظ الله اصدرها بمرسوم ضروره يعني وكانت فعلا ضروره لكن للاسف مجلس الامه يعني بعد ان اصدرت هذه الهيئه كان يفترض مجلس الامه انهم فعلا يعني يعودون هذه الهيئه بقانون لكن بعض اعضاء مجلس الامه الان اللي موجود الان كان متضرر من هذه الهيئه ما يريد انها ترجع ويضغط على ربعه وزملائه لا تردون هذه الهيئه لان هذه الهيئه مشكله يعني راح تعرف فلان وفلان هذا قبيض هذا فيه كذا هذا سمعته سيئه يعني شفنا يعني في بعض الاعضاء قال انت سمعتك سيئه ما نستقبلك ولا نقبلك لكن المحكمه الدستوريه طبعا حكمت من ناحيه يعني دستوريه في موضوع لان يعني صدر مرسوم ضروره في هذا الجانب وبالتالي ابطلت الآن يفترض مجلس الأمة لكن أعضاء مجلس لاحظ ولا من ضمن يعني اهتمامات ولا من ضمن الأولويات لا الحكومة والمجلس ولا أن يقر هيئة الانتخابات يعني لا هو المفروض تعديل القانون حتى لو إحالة إلى الطب النفسي لو نضع شروط في القانون أنه يحال إلى الطب النفسي لمدى معرفة قدرات العقلية يعني في مقترح قدم يمكن نبيل فضل قال أي واحد اللي يمر على الطب النفسي شو المشكلة أي أوكي أنا قاعد أقول لك القانون لابد أن يفعل في الانتخابات المقبلة يعني وأنت قلت يعني الطب النفسي وكذلك الأمراض المعدية قد يكون فعلا صح قد يكون شخص فيه مرض معدي مثلا ما يمنع ليش ما يجيب يعني لائق صحيا جسديا وعقليا صح هذا الجانبين أو الخطين لابد أن يكون ينساق بقانون بشكل يليق بالمرشحين وبعدين احنا اصبحنا ضحوكا من قبل الاعلام يعني انا يمكن اللي شفت اربع تقارير اعلاميه من يعني دول منها اوروبيه ومنها كذلك اللي هو الفرنسيه القناه الفرنسيه العربيه والقناه الروسيه وكذلك القناه العربيه كلها يعني يتحدثون عن هذا الجزئيه واي جزئيه يعني الكويت. يعني بالعكس الديمقراطيه اللي نتمتع فيها في الكويت لم يتمتع ولن يصل لنا يعني الى هذه اللحظه دول الجوار الكل بدون مبالغه في ذلك والله الحمد والمنه يعني القفزات التي تقفزها الكويت ما هي موجوده لكن التقارير التي وضعت اعتقد انها تشوه الديمقراطيه ولم تكن تلك الديمقراطيه في الكويت كما ركز عليه الاعلام بعض الاعلام يعني الذي يريد ان يشوه الصوره الكويتيه او الديمقراطيه شوف الديمقراطيه الكويتيه ايش سوت فيهم او معنى صح وين وصلت العقليه في الانتخابات البرلمانيه الى هذه العقليه الهوس في الانتخابات بل بالعكس بدا ينتخبون ناس مجانين لا هذا الكلام غير موجود وغير منطقي لكن هذا ما ركز عليه الاعلام في الخارج وهذا يعني لا نريد الاعلام يركز على الشيء دائما المخالف يعني الشاذ يعني لكل قاعده شواذ لكل قاعده شواذ احنا اخ محمد يمكن تعلمنا بالصحافه يعني لو كلب رجل هذا مو خبر عادي لكن رجل يعض كلب هذا الخبر نعم صحيح طيب خلينا ننتقل الى جيت الجريده ونشوف عنوانها الرئيسي مباحثات الامير روحاني مثمره وحصادها الاولي سته اتفاقيات تعاون زيارة سموه تستكمل اليوم بلقاء خامنئي وتفاؤل بحسم ملفات ثنائية وإقليمية عالقة. عنوان آخر المالية ترفع تعديلات البي أو تي للمجلس الشائع غرفة التجارة ارتأت عدم استعجال في أسواق المال الخطاب الأميري حسم الأزمة الإسكانية خلال 10 سنوات. ظريف يعتذر عن عدم زيارة الرياض بسبب المفاوضات النووية وصفقة بريغدال الدوحة تعتبرها إنسانية وإدارة أوباما ترى فيها إمكانات سياسية الجندي الأمريكي المحرر يصل إلى ألمانيا وخمسة قيادات طالبانية تصل قطر هذه مشاهدينا عناوين جريدة الجريدة طيب ننتقل إلى الصباح ونشوف عناوين الصباح الأمير روحاني استهل مسيرة جديدة في تاريخ المنطقة الدفع قدما بالتنسيق المتبادل حول الخدمات الجوية والشؤون الجمركية المدعج القطاع الخاص الكويتي وقع اتفاقية لاستيراد الحديد الصلب الإيراني
الزراعة حظر صيد الزبيدي حتى 15 يوليو، والداخلية مختبر البصمة الوراثية جاهز، ويسوي 9000 عينة إثبات نسب و150 قضية جنائية في شهر. أوباما قطر قدمت ضمانات أمنية حول معتقل غوانتونامو، ومصر مقتل 5-6 عسكريين على الحدود الغربية. المبارك يبدأ اليوم زيارة للصين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية. هذه عناوين الصباح. نذهب إلى النهار. شوف النهار، جريدة النهار. روحاني: مستعدون لتطوير العلاقات مع دول التعاون الخليجي لتسوية مشاكل المنطقة. المدعج: فرص استثمارية كبيرة في الكويت وطهران، وعلى رجال الأعمال تبادل الزيارات. توزيع 17,000 وحدة سكنية سنويا، لا عوائق أو مشاكل تعتري الأراضي التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت. سيناريو حكومي للقضاء على تراكم الطلبات خلال 10 سنوات. خطوات نيابية لإقرار الضمان الصحي للمواطنين للتسويق للمجلس وأبوه. خلاف بين المحاسبة والسكنية عرق المدينة المطلع. الجار الله: ما يتداول حول التنقلات الدبلوماسية غير صحيح. والخليفة مرشح شمر في الرابعة، وسليماني لبني غانم في الثانية. ورئيس الوزراء يبدأ اليوم زيارة رسمية للصين. هذه مشاهدينا الكرام أبرز عناوين جريدة النهار. طبعا في خبر بالنهار يقول لك: بين إدارة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وديوان المحاسبة بات مشروع مدينة المطلع المتضمن 21,000 وحدة سكنية في حكم الحلم، بعد تراجع الإدارة عن الائتلاف الاستشاري العالمي المحلي ورفض الديوان تراجعها لتكبيده الدولة خسائر كبيرة. مصدر مطلع في المؤسسة أكد للنهار أن إدارة التخطيط تراجعت عن قرار اختيارها للائتلاف المحلي بحجة عدم امتلاكها أفرادا مهيئين فنيا، وتاليا فهو ليس بمستوى الطموح، الأمر الذي رفض الديوان جملة وتفصيلا، خاصة حينما خاطبته الإدارة بشأن فسخ عقد المناقصة مع الفائز الأول وانتقال المناقصة إلى الثاني. وتساءل الديوان عن دوافع تراجع التخطيط عن قراره الذي من المفترض أن يكون اتخذه بعد استيفاء جميع الشروط. هذا المشاهد الكرام، هذا حالنا مع جميع المشاريع. شوفوا شلون المشاريع تعطل، جهات حكومية واحد يعطل الثاني، واحد يحفل الثاني، وواحد يعني يحقق مصالحه على حساب الطرف الثاني، وبالتالي الإدارات الحكومية هي سبب تعيس للتعطيل. كثير المواطنين يقول ليش الحكومة وليش الحكومة وليش التعطيل وليش ما عندنا مشاريع، ما حنا بلانا من الإدارات الحكومية اللي شايف التعاسة شلون. اليوم مدينة مثل مدينة المطلع التعطيل، والله أنتوا إدارة التخطيط خططتوا وبعدين تراجعتوا، ليش هذا التراجع وليش هذا اللعب اللي قاعد يصير، ما احنا عارفين شنو السبب. أخ محمد، مو شيء جديد أمانة، لا والله مو شيء للأسف شديد، بس احنا بنعلم ونبي نشير ان هذه الإدارات الحكومية للأسف شديد هناك من يتعمد هذه الأمور. هل الهدف شركات تدخل، المتنفذين يريدون أن المناقصة تنشال من هذه الشركة إلى الشركة الأخرى، وبالتالي تخسر الدولة ما تخسر ما يهمني، لكن لا نأخذ هذه المناقصة وبالتالي أتي على حساب المواطن. مثال الخلاف بين السكنية والمحاسبة هو مثال صارخ وسيء جدا على التأخر الحكومي في المشاريع الكثيرة والكثيرة. طيب يعني الكل يعلم بأنه مو أول مرة بين المحاسبة السكنية، يعني هذا من ضمن الذي يحدث بين الصدام الذي بين يحدث بين المحاسبة وبين السكنية. احنا مشكلتنا ان قسم التخطيط اللي قدم خطط للديوان المحاسبة، والسكنية تقدم كذلك مشاريع للمحاسبة اللي على ضوء تبين التخطيط، لكن احنا مشكلتنا ديوان المحاسبة كمحايد لابد ان يكون هناك اطراف مترابطة من قبل الجهات الحكومية لتقديم خطط متكاملة. ديوان المحاسبة اذا كانت الخطة فيها خلل يقف المشروع. هل التعمد من السكنية وضع خلل لإيقاف مشاريع معينة وتقول له والله سبب ديوان المحاسبة، والله ديوان المحاسبة اللي وقفت أو عطلت هذه المشاريع؟ الجانب الآخر، لماذا لا يكون هناك ربط بين وزارة التخطيط أو الجهاز المركزي للتخطيط والوزارات المعنية في هذا الجهاز حتى تقديم خطوات مناسبة لإدارة مشاريع كبرى؟ يعني مدينة المطلع 21,000 قسيمة، تعتقد بأن المشروع عادي جدا؟ لا، ما مو بالطريقة، ما يعني ما يساق بهذه الطريقة.
لكن لابد أن يكون هناك يعني رتم معين، طريقة معينة اللي على ضوءها تكون السكنية ووزارة التخطيط والوزارات الكهرباء ووزارة الأشغال ووزارة البلدية، هذه المعنيات تقدم خطة متكاملة للمطلع على ضوء ديوان المحاسبة يقرر هل فعلا هذه الشركات المعنية في تنفيذ هذه المشاريع صحيحة ونقرها وفق يعني الأرقام والقياسات. إيه أنعم وأكرم، لكن تعطيني وزارة الإسكان خطة مختلفة عن وزارة الأشغال، مختلفة عن وزارة لمشروع واحد، وإحنا ذكرناه مرارا وتكرار، إحنا مشكلتنا مش مشاريع حكومة، لا إحنا مشكلتنا مو في المشاريع، الترابط بين الجهات المعنية في المشروع نفسه ما في ترابط. وزارة الأشغال ما تعني ولا تعلم، يعني أنا أعطيك مثال في اللجنة المالية في لجنة التنمية في البرلمان، قدم لهم يعني البديل الاستراتيجي، الورقة ورقة البديل الاستراتيجية حكومية، لكن لا يعلم عنها أطراف الحكومة عن هذه الورقة أي شيء، كل واحد بروح يلعب ما له علاقة، يقول أنا ما أعلم هذا البند، هذا ما أعرف عنه شيء، شلون تناقشني أنا كلجنة حول هذه القضية؟ ما أقدر تناقشني. بالتالي هذا احنا قاعد نقول أي مشروع ما في فريق عمل واحد، ما في فريق عمل ولا يوجد نفس الجهاز المركزي مثلا ل التنظيم او الاشراف الحكومه او الى اخر موضوع من المشاريع مثلا نعطي جميع مشاريع الدوله، اي هذا الجهاز هو المعني في الربط لربط المشروع وجعل المشروع عباره عن ورقه عمل واحده ويقدم بهذه الطريقه، هذه متكامله، اشغال موجود فيها الراي والجهه البلديه، طبعا اكثر ما يشير الاشغال والبلديه والكهرباء دائما، نعم. هذه عندنا مشكله فيهم، والكل يريد يتمسك براي، يعني مهندس في الاشغال ومهندس في الكهرباء قد يكون بينهم خلاف يعني وعلى هذا المشروع ويعطل كتاب ويعطل مشاريع بسبب اسوار مزاج كذي، هذا جانب. بالجانب الاخر الدوره المستنديه، يعني تعتقد انها ما تخف الدوره المستنديه؟ لا راح تخف. انت لك ان تتخيل الان وزير الاشغال، انت ذكرت وزير الاشغال، هيئه الطرق قانون موافقين عليه، هيئه الطرق قانون جميل جدا، جميع الطرق راح تكون تابعه لهيئه واحده عشان يطلعونهم الاشغال، الطرق كلها يعني جميع الطرقات، طلع الوزير قال لا الطرق الفرعيه تابع لنا الاشغال، نبي تابع لنا، ما يصير لكم والدوارات، ما يصير، نعم ما يصير، لازم كله، قال لا الفرعيه والدوارات، ليش؟ لان فيها مناقصات، فيها شغل، نعم. ما يعني اذا وزاره الاشغال عطت جميع خرجت جميع الطرق الى الهيئه هذه فقدت صلاحيه، اصبحت خاويه على عروشها، إيه هذه الطرق فيها مشاريع ضخمه، فيها صيانه سنويه، وفيها 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 وفيها، بالتالي متمسك ورافض الوزير اليوم هذا، لا لن يقر القرار الا تابع لي، شلون يعني طرق الرئيسية طلع على طرق فرعية، ليش يعني طرق الكل يعني الهيئة النقل افترض هذه هيئة تكون مختصة وتركز جهودها، يعني جميع الجهات الحكومية تكون تابعة في هذه الهيئة، حتى الفحص الفني للمرور راح يكون تابع لهيئة النقل، هذه راح يفصل عن الداخلية، راح يسحب جميع الصلاحيات، جميع الهيئات والإدارات اللي تختص في الطرق راح تكون تابعة للهيئة، وبالتالي يكون جهاز مركزي واحد جميع ترميمها، عمل طرق جديدة، جسور، طرق جديدة، تحديثها، صيانتها راح تكون تابعة للهيئة. الوزير رافض، يقولك لا بالقانون رافض، لابد الداخلية لي الفرعية والرئيسية لكم، شو الكلام هذا؟ هاي يدلك يعني للأسف المزاجية، والله نبي لا هذه المشاريع إذا طلعت من إيدينا، احنا في مشاريع فيها ضخمة، فيها صيانة، فيها كذا، لا نبي نمسك على النص، ما يصير الكلام هذا، انت تكلمون عن دولة وتكلمون عن الأشخاص، هذا قاعد يصير أساسا الآن بين للأسف إدارة التخطيط واللي طبعا في السكنية اللي تحط المشروع عند شركة تخطط على المشروع بعدين تلغيه وتروح تبي تروح المكان ثاني، ليش تروح المكان ثاني يعني؟ ليش دفعت فلوس حق الشركة الأولى ورديته ولغيته وتروحون شركة ثانية؟ ليش؟ عشان تخطط المشروع فيها، إن هذا الكلام حتى ديوان المحاسبة ما يلام في هذا الجانب. بالتالي مثل ما قال أخوي محمد، إذا ما كانت هناك يعني إذا ما عملنا كفريق واحد الجهات الحكومية كلها المشاريع أكو فائدة، ما راح تنجز، يجب أن يكون هناك فريق واحد أو هيئة هي المشرفة على جميع مثل المشاريع المهمة جدا، ويمكن لجنة المبادرات موجودة الآن تمسك المشاريع الضخمة الكبيرة فقط، لكن في مشاريع أقل مثل يعني ميناء بوبيان، جسر جابر، هذه يمكن تابعة للجنة المبادرات، وهذا شيء جميل نوعا ما عشان يخففون الضغط اللي حاصل بسبب الدورة المستندية وكتابنا وكتابكم ونبي، وكل واحد يبي المناقصات عن طريقه، ويبي الصيانة عن طريق وزارته، ويبي عن طريق قطاعه اللي هذا، ليش الله والعالم يحطوا علامات استفهام؟ ايش معنى يبون هذه المناقصات عن طريقهم؟ يبدو في شيء يعني مفيد في هذا الجانب، وبالتالي هم حريصين عليه، وبالتالي اعتقد هذا الحل، الاشكاليه لن تحل الا عن طريق مجلس الوزراء، مجلس الوزراء هو القادر انه يحل مشاكل. وبالامس شفنا القابس يقول لك مجلس الوزراء يشكو وزاراته، فعلا
يعني مجلس الوزراء هو نفسه يشكل الوزارات بسبب التعارض والتضارب والتأخير والتعمد وكل واحد يعمل بروحه وما في الفريق الواحد، ماكو فائدة بهذا. إذا حول الوزارات أغلبها لهيئات وخصصها بهذا الجانب، هيئة نقل، هيئة مشروعات، هيئة كذا كذا، اتصالات، إلى حتى تكون مختصة وتكون جميع الأمور الاتصالات. والله هذه الهيئة جميع ما يخص الصلاه تابع لها، النقل جميع ما يخص النقل تابع لها، وهلما جرى يفترض يكون بهذا الشكل حتى نرتاح من التشابك، ما يصير وزاره ماسكه اربع خمس ست شغلات سبع قطاعات وكلها متعارضه. طيب، الوطن عنوانها اليوم الامير روحاني بحث سبل تعزيز العلاقات، وزير الصحه 11% من مراهقات الكويت مدخنات، يقتل 5 ملايين مدخن سنويا في العالم، 800,000 من مخالطيهم، رفع قرار التدخين في الأماكن العامة من 50 إلى 500 دينار، نقابيون قرار صائب وإن جاء متأخرا ونتمنى أن لا يكون حبر على ورق. طبعا موضوع التدخين للأسف الشديد هذا مو حل، ليش؟ لأن القانون موجود، والمشكلة ما حد قاعد يطبق القانون، ما احنا عارفين منو عند الضبطية القضائية اللي يطبق قانون منع التدخين. يعني شفنا حتى في المستشفيات ناس تدخن، في المستوصفات ناس تدخن، للأسف يعني شيء سيء جدا. التدخين انتشر الآن، بدأت المطاعم تقدم الشيشة والمقاهي انتشرت، وين وزارة التجارة؟ يفترض هذه الأمور يمنع، تمنع، ما في شيء اسمه مطاعم مقاهي تقدم الشيشة. ليش؟ لأنك أنت قاعد تحث الجيل الجديد والصاعد والشباب الصغير أنه يعني يحضر إلى هذه المقاهي ويبدأ شوي شوي يجرب التدخين ويشرب الشيشة وخلاص ويدمن على هذا الأمر، وبالتالي أنت سنويا راح يكون عندك امراض الله ينشر السرطان والرئه والربو والامراض الكثيره بسبب التدخين، وبالتالي انت قاعد تدفع مليارات في العلاج. الوقايه خير من العلاج، من البدايه اقطع هذا الامر، خلل هذا الامر. الضبطيه القضائيه مطلوبه جدا تفعيلها داخل الاماكن والجهات الحكوميه، بالاضافه الى منع، امانه انا وجهه نظري اشوف يمنع، لا يعطي اي ترخيص لاي مطعم او مقهى انه يقدم اي صنف من صنوف التدخين، وبالتالي هذا الامر يكون الواحد يبي بيته كيفه، ما أنا شغل فيه. لكن أنك تعطي يعني مقاهي الآن أندية رياضية ومقاهي ومطاعم تقدم الشيشة، وهذا أمر خطير جدا لأنه يعطيك جو الشباب، جو الشباب الأندية والمقاهي، وبالتالي والآن كأس العالم جاي والعالم كله تروح تتجه إلى المقاهي والجلسات، مصيبة تقدم الشيشة. المسألة ما فيها، أنت يجب أن يكون لديك وقاية، يجب أن يكون الدولة لها رؤية، لديها يعني رؤية في هذا الجانب، لديها رسالة الدولة، ما تترك الامور والله كل واحد يلا روح اعمل اللي تبيه وكيفك، هذا مو حكي. الدوله يجب ان تكون لها رساله ولها رؤيه، ومن خلال قوانين هذه الدوله تطبق، من خلال التربيه، من خلال الاعلام، من خلال كذلك وزارات الدوله الداخليه والتجاره والبلديه كلها تشارك وتكون قوانين تسن لاجل تهيئه. الان قد اذا يعني اوقفت هذه المقاهي يمكن لن اخفف، لكن انا اضمن بعد 10 سنوات الجيل اللي بعد 10 سنوات لن يعني يقبل على مثلا شرب الشيشه، سامنع الجيل القادم، مو الجيل الحالي الان، الجيل الحالي خلاص مستحيل انك تمنعه، وبالتالي اخفف واقلل هذا الامر، لكن هذا الامر موجود، يلا عطوا ترخيص ويلا كل واحد حاط لي شاشات زين وشيشه والشباب شوفوا يعني بالمئات في المقاهي، كاس العالم جاي والامر هذا. اخ محمد الامر خطير للاسف، يفترض الدوله تقود ما تنقاد، احنا اخ محمد الدوله تنقاد وكل واحد عامل لي دوله داخل دوله وكل انسان قاعد يتصرف بروحه، ما شفت رؤيه للحكومه باي موضوع، باصغر المواضيع حتى موضوع اليوم التدخين ما شفنا. يعني يقولك والله بنزيد القرار 500 دينار وانت يعطي ترخيص حق الشيشه والمقاهي والمطاعم والكل قاعد يدخن، وبالتالي انتشر وصارت ثقافه، المصيبه انها تحولت الى ثقافه لدى المجتمع، هذه هو الخطورة في الأمر. حينما تسمع في هذا الجانب وفي الأسواق التجارية وفي الأماكن الفخمة أنك تعطي هذه الترخيص صارت ثقافة لدى الشباب، وبالتالي الجيل الصغير الكل يدخن. ما في رؤية ولا رسالة في هذا. أنا برجع إلى قانون الحكومة اللي كان في السابق حول قضية إغلاق المقاهي الساعة 12 مساء، هل هذا كان يعالج القضية كقضية أم لا؟ كان عنده مشكلة في السهر، أو هل هذا قضاء على قضية السهر من قبل الشباب؟ لا، هم بعد لا. لكن لماذا نذهب إلى القشور ونترك القضية اللب الأساسي لم تعالج، وكأن الشيء أمر أصبح يعني حتمي، علما بأن الحكومة تملك جميع الأدوات، جميع يعني ما تملكه من جميع الجهات المعنية، سواء على مستوى المدارس، الوقاية، الطب الوقائي، يعني لديها القدرة، الجهاز الإعلامي، أن تكون توجه لأن تكون هناك حملات سنوية حول مضار التدخين، حول ما يدور في المقاهي من حتى المشروبات، نفس مشروبات الطاقة، يا جماعة ترى مشروبات الطاقة يا جماعة الخير مضرة،
مضر حتى أصبح لدينا وفيات، ومن ثم كان القرار لمنع هذه المشروبات. جيت منعها بس خلوا لي فوق بس 18 بس أبين بس أبين لك أي لم تكن هنالك قرار واضح لهذه القضية أو أي قضية أخرى تكون فيها نوع من الشباب، وإحنا نريد أن نركز على الشباب لأنهم فعلا يعني يحتاجون إلى توعية واضحة من قبل الأفراد والأطراف وكذلك الجهات المعنية من قبل الدولة. يعني هل تعتقد بأن القانون هو الرادع الوحيد؟ أوكي حط قانون، لكن حط جانب آخر تعمل بشكل متوازي وبين القرارات الموجودة. فأعتقد محمد إحنا مشكلتنا بأن الحكومة تخضع للتجار. ما تخضع للأسف، أنا أتكلم لك كأيديولوجية وكرسالة للدولة، للأسف لا توجد رسالة وأيديولوجية معينة الدولة تنفذها وتجبر الوزارات أن تطبقها. من هذه الأمور مثلا موضوع الوقاية، الوقاية خير من العلاج، هذا يفترض أن يكون رسالة وتطبق على أرض الواقع. على موضوع التدخين، على جميع المواضيع، التدخين، مواضيع تتعلق في مشروبات الطاقة وغيره وغيره وغيره، هذا الأمر غير موجود. وبالتالي أنت زيد 1000 دينار 5000 10000 القرار لن يجدي هذا الأمر، لأنك لن تستطيع تطبيق القانون. وبالتالي الحل الأسلم أنك تحيد هذه الأماكن وتضيق الخناق، وبالتالي تقل فئات الشباب العمرية اللي يقبلون على تدخين. هذا هو الحل الأسلم. وبالتالي أنت تعطي تراخيص لمقاهي ولمطاعم و و و و وبالتالي تقولك والله بالأماكن العامة ولا راح نزيد هذا الأمر. مراهقين يدخنون الغالبية، طبعا الكويت طلعت المرتبة الأولى في دول الخليج بعدد المدخنين الشباب خاصة، وهذا أمر هم خطير جدا. ليش؟ لأن في تساهل، دول الثانية لا، ما مو بكل مكان يعني بهذه الطريقة. موضوع أن الدولة تقود هذا شيء مطلوب، المطلوب أن الدولة تكون تقود، الدولة لها رسالة، الدولة لها رؤية، لها أيديولوجية تطبقها عن طريق وزارتها. ما بالتالي هذا الأمر اترك كل واحد وكيفه، وكل واحد يربي نفسه، وكل واحد يربي أجياله وأولاده. نعم كل واحد يربي أجياله، لكن هم رسالة الدولة من خلال المدارس، من خلال التعليم، من خلال الإعلام، من خلال وزارات الدولة مثل ما ذكرنا قبل قليل، التجارة وغيره وغيره وغيره. يجب أن الدولة تقود المجتمع إلى طبعا لما فيه مصلحة هذا المجتمع، لكن تترك بهذا الشكل أعتقد خطير. كل واحد يعني عامل له دولة بروحه، وكل واحد قاعد يخطط ويعمل بروحه، هذا شيء خطير جدا. طيب الأنباء نفس العنوان، الأمير روحاني دشنان مرحلة تعزيز التعاون، والعمير نحتاج الغاز الإيراني وسنوقع اتفاقية الاستيرادة، 2 مليار دينار لمبادرات الشباب واستقبالهم في يوليو، اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وجابر مبارك غادر أمس على رأس وفد للصين، والنائب الأول وزير التجارة والمالية ينضمون الوفد لاحقا، تسهيلات مالية وإدارة للمستثمرين الأجانب رسميا، مشاركة النجاح في النفط راتب وربع الراتب، الإمام مخالف للسودان وإسرته إلى مصر وابنه يستكمل امتحاناته في الكويت، 132 مرشح يخوضون تكميلية بعد انسحاب 2. طبعا هذه عناوين جريدة الأنباء. الراي، فضيحة الأغنام الموبوءة، قضية رأي عام، مستشفى الجهرة نستقبل كثير من حالات السموم القذائي، وشاهد عيان منذ سنوات أرصد بيع الأغنام الموبوءة، العبيدي 500 دينار قانون عقوبة التدخين في الأماكن العامة، والزلزلة لا عوائق في أراضي النفط المتنازل عنها للسكنية، يعني الزراعة ترفض التنازل عن أراضي في جنوب عبد الله المبارك. أي تقريبا هي عناوين جريدة الراي. أخيرا يمكن عالم اليوم، زيارة تاريخية للأمير إلى طهران، توقيع اتفاقيات، الأعمار التصويت على نتائج التحقيق في شل وجسر جابر وتهريب الديزل والقرض الروسي الأحد، الصالح يهدد بمساءلة وزير التربية بسبب بصمة موظفة، مسؤولة بكلية التربية أجبرتها عليها رغم استيفائها لشروط الإحفاء منها. رأيك والله هذا الخبر أخي محمد، بيستجب وزير على أساس والله بصمة، يعني المسؤولة أجبرت موظفة على البصمة ويقول مين مطلقة عليها، وبالتالي يوصل مسألة إلى مساءلة وزير. لا يعني أعتقد مثل هذه القضايا موجودة، لكن راح يكون الملف يعني حول قضايا أخرى، ما راح يكون على الشخص نفسه، لكن راح يكون عموميات فيها أغلبها عموميات. وأعتقد أن المحور على أي وزير اليوم، عندما ما عندنا وزير تربية فعندنا وزير بالوكالة، فلا أعتقد حتى الوزير المعني غير موجود، غير منوط له بهذا الموضوع أو غير معني اليوم. أعتقد بعد القسم سيكون هناك تعيينات لوزير
الأوقاف وزير التربية. تعيينات؟ أعتقد أن وزيرين يعني إيجاد حقيبتين نعم. يعني في بس هذا بس أنا أعتقد أن هذا يعني إساءة للأداة الاستجواب يعني أنت والله موظفة والله تعسفت معاها مسؤولة شكل وزير الاستجواب يعني مو للدرجة هذه يعني جماعة هم بعد حدث العقل بما يعقل إذا كل واحد والله له قريب ولا له معرفة والله تعسف معاه مسؤول أو مدير أروح استجوب الوزير وأنا شكه في الموضوع هذا عند القضاء يروح يلجأ القضاء وانت الأمر في هذا الجانب إذا كان فعلا المسؤول إذا كل واحد بيزعل بشكل هذا أعتقد أنه مو منطقي هذا الكلام. طيب نشوف يعني أعتقد فيه تحقيق في القبس تعليقك محمد الأحمدي والعاصمة عجان بالبناء والنفايات. لا طبعا الكل يعلم بأن مخالفات البناء والنفايات هي مسؤولية وزارة البلدية يعني أوردي البلدية أساسا خاملة في جميع المناحي الدولة كلها من إلى من الشمال إلى 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 الجنوب فما راح تفرق في العاصمة والأحمدي أو غيره فالمخالفات في البلدية وما يدور في العمل في البلدية على قدم وساق سواء على مستوى التراخيص أو على مستوى التفتيشات الغذائية هناك خمار واضح من قبل وزارة البلدية يعني حدث ولا حرج فبالتالي يعني هذا غيظ من فيض هذا اللي شفتوه في التقرير ولا شيء بالنسبة للأعمال البلدية تكدس القمامة منظر مألوف في عدد المناطق أبو حليفة تحولت إلى مكف لمخالفات البناء هذا يعني المنطقة اللي بين المنقف وأبو حليفة حدث ولا حرج يعني أصبحت أكوام غرناطة تستقبل زوارة بحاويات القمامة مشروع الجهراء يخفف الزحمة ويزيد نفايات الصليبخات الإهمال والكسل شائعان في القيروان أي فأعتقد محمد يعني في كل الحالتين اليوم التقرير يتحدث عن جزئية بسيطة من خمار البلدية وأنا مع الدفع باتجاه تفكيك البلدية وتحويلها إلى, 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 إلى شيء آخر كلمة البلدية أصبحت مشكلة. طيب نذهب إلى كاركتير الشاهد الكويت في إيران ونظرة إلى العالم يعني رسالة جميلة يعني المحادثات الكويتية الإيرانية واضح إشارة إليها صحيح؟ نعم أو معنى الإضاءة الإعلامية من قبل العالم كله على الالتقاء أو فتح الملفات الكويتية الإيرانية والقضايا الموجودة على مدى يومين ستكون الزيارة نعم. طيب نشوف القبس بطل العربي كاركتير القبس قبس نعم وطن العربي يعني يدلك مثلا أو في ونايم وعليه النجمة السداسية النجمة السداسية إسرائيل يعني مثلا إيه؟ الكرسي العربي يعني نايم يبدو أنهم نايمين يعني في هذا الجانب عموما يمكن كان هذه تقريبا آخر فقرة من فقرات برنامج ديوان الصحافة أخ محمد العدمي شكرا جزيلا لك حياك الله محمد. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم آملا أن تكونوا قد استمتعتوا معنا نراكم إن شاء الله بالقدس سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.